السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. عايشك في المبروك العدولي. اهلا وسهلا. ناشط سياسي في طوي. بالضبط. بالضبط تقريبا هيك تمثل حزب التجديد هنا في طوي. نعم سيدي. من عام اشهر تقريبا؟ والله من عام وقت من عام 2001 2002. 2001 2002. أي. قبل التاريخ هذا ما كان حزب التجديد ما عندش ما عندش كان ماك تعرف في العهد البائد كان نتعرض لتضييق وهرسلة وعدة عراقيل تضييق على الحريات وعلى انتشار الرأي المعارض والأدبيات المعارضة. كانت معنا إلى حد الآن احنا خرجنا من العهد البائد مهرسلين تعبين تعبين ياسر مهرين كما نقولوا بالعامية. وتوا أنا بعد الثورة المباركة نحاولوا نتأقلموا مع الظروف، نعرفوا بأفكارنا بطروحاتنا وننشروا آراءنا، فهمتي؟ ولكن إلى حد الآن ما زالت حركة تجديد في تطاوين مش معروفة مش منتشرة، لأن بحكم التضييق على الحريات وبحكم الهرسلة اللي كانوا يتعرضوا لها المعارضين والديمقراطيين في العهد السابق ما توفرتناش إمكانية باش نعرفوا بأنفسنا بأطروحاتنا بنشاطاتنا بأفكارنا. حتى الجريدة اللي هو يصدر حزب التجديد يصدر جريدة أسبوعية الطريق الجديد ومنتشرة وقانونية وحاصلة على التأشيرة، لكن في العهد البائد يقع التضييق عليها، ما توصل ساعات ما توصلنيش في البريد وما تنشرش في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الأكشاك وكذا. هذه مناسبة نعرفوا بحزب التجديد ونظن خضنا نضالات كبيرة باش بركة نوصلوا باش نعرضوا الجريدة في السوق في نقطة بيع وحيدة على المستوى ولاية تطاوين كامل، نقطة بيع وحيدة تعرض الجريدة يانكور كما يقولوا بالفرنساوية ومازال ورغم ما توصلش بصفة منتظمة. ساعات مراسلات بالبريد يخصوها يقطعوها بالبريد بالبريد توصلني، فهمت؟ مش كان جريد الطريق، حتى عديد المجلات المختصة الثقافية والاقتصادية والسياسية الأخرى وجرائد معارضة على ما احنا ما نطلبوش بصحف من الخارج وكذا، ما الصحف الوطنية ما توصل جريد. بس سؤال تفضل تفضل. تموقع حركة تجديد في تطاويل من بين الأحزاب وليس تطاويل، ما هي تمثيليتها في طويل؟ عدد منخرطيها إن أمكن. بالنسبة للمقر قلت لي ما مش موجود تماما. لو كان نأخذ مثلا فكرة على عدد منخرطين وعلاقة حزب التجديد في طويل بالأحزاب الأخرى معترف بها في طويل. بارك الله فيك. أنا كما قلت لك يا سي عبد الرزاق رانا خرجنا من العهد البائد بحكم التضييق والهرسلة والمصادرة حرية الرأي، خرجنا مهرين تعبين الاخر ان شاء الله هذا نقولوا مع الاهلين ان شاء الله انتهى. احنا ننتظر من الثورة توا عندها شهرين ولا ثلاثة، ما زلنا في إعادة الهيكلة وان شاء الله نحاولوا ان نوجدوا مقر هنا ومكتب ونحاولوا ننتشروا. اما خرجنا مهلهلين بالنسبة لي انا شخصي معروف وعندي علاقات طيبة مع جميع مكونات المجتمع المدني، مع النقابيين مع المثقفين مع الأحزاب السياسية اللي كلهم أصدقائي البعيد والقريب، أما من الحزب الديمقراطي التقدمي حزب الوحدة الشعبية الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حتى حركة النهضة حتى الأخوان القوميين والمثقفين اللي عندهم حساسيات وآراء سياسية معروفين. معناها احنا خطر قبل في تطاوين كنا معروفين أشخاص، معناها بضعة أشخاص يعدوا على أصابع اليد، كنا نتحدوا القمع ونتحدوا الرقابة البوليسية ونتحدوا الهرسلة والتضييق على حرية الرأي وعلى التحرك الميداني، كنا مراقبين احنا كانوا مضيقين علينا أنفاسنا، وين نقعد في قهوة ولا نتحدث تلقى إنسان يسجل، تمشي في الشارع تلقى إنسان يتبع فيك يراقب فيك. نستنتج من كلامك أن عدد المخالطين ما زال ما زلنا في بداية أول انتشار والهيكلة والشباب
الشباب اللي يسمع فيها ويهتم بالشأن العام باش نذكرهم موقفنا احنا. انا مثلا من حركة التقديم كنت عندي من اول ما طرحت مشكلة التنمية في تطاوين، مشكلة التنمية، مشكلة التنمية والتشغيل، مشكلة استغلال الامكانيات الهائلة اللي في موجودة في تطاوين فلاحية وسياحية ومنجمية، ومشكلة البرمة. انا اول ما طرحت ملف البرمة وطلبت بالتعطاء الاولوية للتشغيل لابناء الولاية واستغلال الشركات المكبرة الموجودة لخلق ديناميكية اقتصادية حركية اقتصادية في الجهة، فهمتي، خلق مؤسسات صغرى متوسطة، مؤسسة صيانة ما تمشي، مؤسسة تموين ما تمشيش، فهمتي، لا احنا تعدي علينا بالطيارة، فهمتي. لا الان اطرحت قضية التنمية وتوا مستبشر ومتفائل لأن شباب تطاوين اللي متخرجين معناها ما أصحاب الشهائد ولا العاطلين والأحزاب الأخرى والنقابيين اللي تبنوا قضايا التنمية تولوا طالبوا يعرفوا طالبوا أمور مركزة على التنمية على التشغيل، يعرفوا التشغيل وين ثم إمكانيات منجمية ثم إمكانيات فلاحية، فهمت، استغلال فلاحة بيولوجية ولا تصنيع المواد الإنشائية. هذه قبل الأحزاب والمعارضين، وانت تعرف سير عبد الرزاق كانوا قبل يهتموا كان بالخلافات إيديولوجية بحرية الرأي بالمعارضات بالأخبار العالمية، ما كانوش يركزوا على أمور التنمية. احنا بحكم انتمائنا السياسي بحكم دراساتنا الاشتراكية مكتار الاشتراكية العلمية تركز على الأمور الاقتصادية الاجتماعية، كنا نهتموا أول ما نهتموا بالأمور الاقتصادية الاجتماعية. الواحد يعرف وين حد سقيها قبل ما يطالب بالهيلمان الحريات والامبريالية ورفع الشعارات والمزايدات. احنا كنا عقلانيين واقعين. زمن الديولوجيا انتهى. زمن الغوغائية انتهى. انتهى. توع زمن الواقعية السياسية وزمن التحدث حسب الامكانيات وحسب مشاغل بلاد ومشاغل جهة، انكباب على مشاغل الجهة مشاغل التنمية والتشغيل والتقدم وتوسيع شبكة المجتمع المدني ورفع مستوى الشباب وتدعيم الحس المدني وروح المواطنة. وصلت الفكرة.